الآن أنا برضو عايز أكلمكم في نفس هذه المديحة. أجيوس أوسيوس يعني قدوس الله، أجيوس الشيروس قدوس القوي، أجيوس أثاناتوس قدوس الذي لا يموت. تسبحة الثلاث تقديسات عندنا في الكنيسة ناخد فيها بعض التأملات، لأن كلنا بنصليها، يعني بنصليها في كل ساعة من ساعات الأجبية، سواء باكر أو الثالثة أو السادسة أو الغروب أو النوم إلى آخره. فأحسن أن احنا نقولها ونكون فاهمين معناها. ومن أهمية هذه التسبحة أننا نقولها في مناسبات عديدة، فنقولها في كل قداس، وبنقولها في صلوات الأجبية، وبنقولها أيضا في كل جناس باللحن الحزين، وبنقولها في رسامة الرهبان. وطبعا الكلام ده ليه معاني يعني، وبنقولها بلحن كبير قوي وطويل في يوم الجمعة الكبيرة. فاشمعنى يعني صلاة الثلاث تقديسات دي بنقولها كتير؟ وبنقولها على نوعين، على نوعين، يعني مرة نقول قدوس 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 رب السباقوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك، ومرة نقول قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت. ففي نوعين من الثلاث تقديسات. فإيه الحاجات دي وإيه التأملات اللي فيها؟ طبعا لما بنقول قدوس الله أول حاجة تيجي في ذهننا إنك أنت يا رب القدوس الوحيد، الوحيد اللي ممكن نقول عليه قدوس، لدرجة إن احنا في سفر الرؤيا إصحاح 15 آية 4 يقول: من لا يسبحك يا رب ويبارك اسمك، لأنك أنت وحدك قدوس. أنت وحدك إيه؟ قدوس. لذلك في دفاعنا عن لاهوت المسيح ضد شهود يهوى بنمسكهم في الناحيات، نقول الله قدوس، زي ما ورد في تسبحة السرافيم، شافهم إشعياء النبي وهم واقفين عند العرش الإلهي وبيقولوا قدوس 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 رب السباقوت. السباقوت يعني رب الجنود. فيبقى الله قدوس. وبعدين نروح زنقين الحكاية شوية، لأنك أنت وحدك قدوس، يبقى هو قدوس وهو وحده إيه؟ قدوس. بعد كده نقول لهم طب في لوقا 1:35 بيقول لها: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وعبارة قدوس قيلت على المسيح في أكثر من مناسبة. فيبقى نستنتج إيه؟ فالله هو وحده قدوس، لدرجة إن صار كلمة قدوس اسم ليه. ممكن واحد يتسمى عبد القدوس، وكان عندنا رهبان اسمهم عبد القدوس، لأن قدوس اسم من أسماء الله. لكن مع ذلك البشر كصورة لله بيتسموا قديسين. وزمان في الكنيسة الأولى كان كل مؤمن بيدعى قديس، لأنه مقدس بدم المسيح. مقدس إيه؟ بدم المسيح، ولأنه بيخرج من المعمودية نقي وطاهر جديد
بيتجدد. وأيضا قديس لأنه هو عبارة عن هيكل للروح القدس، والروح القدس يسكن فيه زي ما ورد في كورنثوس الأولى إصحاح 3 وإصحاح 6، تكررت مرتين: أنتم هياكل الله وروح الله بيسكن فيكم. فيبقى كده قديس. ولذلك بولس الرسول يقول: سلموا على كل قديس في المسيح يسوع. سلموا على القديسين الذين في أفسس. ويبعث الرسالة إلى العبرانيين في عبرانيين 3:1 يقول: من ثم أيها الأخوة القديسون شركاء الدعوة الإلهية. ناس قديسين. ولهذا القداس اللي بنتناول منه يسمى قداس القديسين، القديسين الذين يستحقون التناول من سر الإفخارستية المقدس. وقبل التناول يصيح الكاهن يقول: آجيتيس أجيس، القدسات للقديسين. فالبشر أيضا يدعون قديسين لأنهم تقدسوا بالدم، ولأنهم صاروا هياكل للروح القدس، ولأنهم يتناولون جسد الرب ودمه، ولأنهم صورة الله ومثاله، ولأنهم إيه؟ صورة الله ومثاله. ولذلك قال الرب في العهد القديم وكررها بطرس الرسول في رسالته: الكونوا قديسين لأني أنا قدوس. وهذه القداسة لازمة للإنسان، لأن الكتاب بيقول بدون القداسة لا يعاين أحد الرب. وهذه القداسة مفروض أنها تشمل الإنسان كله، يكون مقدسا قلبا وفكرا وحواسا وجسدا ولسانا وكل شيء. ولأن الله قدوس، ولأن الله قدوس تليق القداسة به أو التقديس به في كل شيء. ولا نذكر اسم الله إلا بكل تقديس، لا نذكر اسم الله إلا بكل تقديس، ولا ننطق باسم الله باطلا لأنه قدوس. ولذلك نصلي في الصلاة الربانية ونقول: أول طلبة ليتقدس اسمك. يعني الناس أول ما يسمعوا اسمك يقابلون هذا الاسم بكل تقديس. ونحن لا نقدس اسم الله فقط، إنما نقدس كل ما يتعلق بالله، كل ما يتعلق بالله. فبيت الله بيت مقدس، نقول لبيتك ينبغي التقديس يا رب. الإنسان يسلك في بيت الله بكل خشوع، بكل هيبة، بكل احترام، لأنه في مكان مقدس. ولذلك السيد المسيح لما لقى الناس بيلعبوا في الهيكل، بيتجروا، بيروحوا، بيجي، طردهم ووبخهم وقال لهم: بيت أبي بيت الصلاة يدعى. لبيت مقدس، نقول هيكل الله المقدس، نقول بيت الله المقدس.
نقول المواضع المقدسة، المواضع المقدسة اللي هي مساكن الرب، المحلة يعني المكان اللي كانت موجودة فيه خيمة الاجتماع تبرنكل، كانت محلة مقدسة. وما كانوش يسمحوا بأي شيء ينجس هذه المحلة، لدرجة الأجساد التي كانت تحرق كانوا يحرقوها خارج المحلة، لدرجة أن المسيح لما حمل خطايانا وحسبوه خاطئا من أجلنا صلبوه خارج المحل، لأن محلة الله مقدسة. ومن تقديس أماكن الله، ربنا قال لموسى النبي اخلع حذائك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف فيه موضع مقدس. المكان اللي انت واقف فيه ده ايه؟ موضع مقدس، ده مكان ربنا. لذلك انا اتعجب جدا من بعض الكنائس في الغرب الذين يدخلون الهيكل باحذيتهم، بينما الآية صريحة جدا في خروج اصحاح 3 وفي يشوع اصحاح 5، مكان مقدس لازم الانسان يخلع حذاءه من رجليه. العمليه مش مجرد عمليه جسدانيه، لكن فيما يخلع الانسان حذاءه يتذكر ان هذا المكان مقدس فيدخله شعور بالتقديس، يدخله شعور بالتقديس، عارف ان ده مكان غير باقي الأماكن الأخرى. فبيت الله بيت مقدس لأن الله قدوس، وكتاب الله كتاب مقدس، عشان كده نسميه الكتاب المقدس، The Holy Bible، الكتاب المقدس كل كلمة فيه مقدسة. ليه كل فيه كلمة مقدسة؟ لأن الكتاب بيقول ان هذه الكلمات كلمات الله نطق بها اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. الروح القدس تكلم على افواههم فاصبحت كلمات مقدسة. ولذلك كتاب الله يعامل بكل تقديس. احنا في مكاتبنا اذا وضعنا كتاب مقدس لا نضع عليه اي كتاب اخر، مش زي بقية الكتب. الكتاب المقدس لا يوضع عليه الا حاجة من حاجتين، اما كتاب مقدس ثاني لا اما صليب، لكن غير كده كتاب مقدس ما تستعملوش زي اي حاجة تاني. لما تقرأ الكتاب المقدس تقراه بكل خشوع لأنه كلام مقدس. ما يعني التقديس؟ ما تقراش الكتاب المقدس وانت بتشرب شاي، تقراش الكتاب المقدس وانت حاطط رجل على رجل، تقراش الكتاب المقدس إلا بكل خشوع لكي تستفيد. لأن إذا لم تعامله بهذا التقديس كأنه كتاب عادي. أيضا كل ما في الكنيسة بيبقى مقدس، يعني الهيكل هيكل مقدس، الأواني أواني مقدسة، الأيقونات أيقونات مقدسة، المعمودية مكان مقدس. حتى اننا لكي نصلي في الكنيسة كما ينبغي بنقدس الكنيسة في الاول، عملية التدشين، عملية التدشين يسموها consecration،
consecration يعني تقديس الكنيسة، ترجمتها الحرفية تقديس، لأن sacred يعني حاجة مقدسة. consecration بنقدس المكان، بنقدسه بالميرون المقدس، بنطلب روح الله يحل على هذا المكان ويقدسه. وإذا لم نستطع، ما كانش عندنا وقت أو فرصة لتدشين الكنيسة، بنستخدم لوح مقدس مدهون بالميرون. ولأن الكنيسة مكان مقدس، أول ما نخش الكنيسة من على الباب، حتى قبل الباب حتى، نقول أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. أسجد قدام هيكل قدسك لأن ده مكان مقدس. بل الهيكل العادي اللي هو الألتر اللي موجود عندنا كان يمثل في العهد القديم قدس الأقداس، يبقى المحلة كلها مقدسة وفيه القدس the holy place، وفيه قدس الأقداس holy of the holies، قدس أقداس، ده مكان ربنا. لكن اللي يخش الكنيسة كأنه مكان عادي ويدردش مع ده ويتكلم مع ده ويزعق وينادي، ما بيستفدش، ما بيستفدش. في الأول تشعر بقدسية المكان، وبعدين تخشع فيه بما يناسب قدسيته. والأواني المقدسة اللي عندنا في الهيكل مش أي واحد بيقدر يمسكها، الكاهن هو الوحيد اللي يقدر يمسكها بإيده كده، الشماس اللي مرسوم شماس في رتبته يمسكها بلفافة ولا يمسها بأصابعه. عشان كده ما يصحش ان الشماس يقف جنب المسبح ويتركن عليه ولا يحط ايده كده، لا، ده مكان مقدس. واحنا اول ما بنخش الهيكل بنسجد قصاد الهيكل، اسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك، ونقبل الهيكل فنحبه ونخشع، لان ده مكان الاسرار المقدسة. حتى أسرار الكنيسة نسميها الأسرار المقدسة، أعياد الرب ومواسمه نسميها أيام مقدسة، الصوم نسميه الصوم المقدس، ملائكة الله نسميهم الملائكة القديسين، الملائكة القديسين، لأن في ملائكة أخطأوا وسقطوا وصاروا شياطين، لكن دول سميهم ملائكة القدسين. نقول الجمع غير المحصي الذي للقوات السبعية والقوات المقدسة. كل ما يحيط بربنا يحيط به التقديس. حتى أورشليم مدينة الله كانت تسمى المدينة المقدسة، تسمى المدينة المقدسة. كل ما يختص بربنا بنسميه مقدس. ونحن كأبناء لله، كحملة للروح القدس في داخلنا، ينبغي أن نكون قديسين. كونوا قديسين لأن أباكم الذي في السماوات هو قدوس. ده اللي مفروض، ده اللي مفروض. لكن للأسف الشديد مش ده اللي حصل. قبل ما أشرح مش ده اللي حصل، عايز أقول نقطة قبل ما أنساها. الله قدوس والمفروض فينا أن نكون قديسين، ولكن هناك فرق كبير بين قدسية الله وقداسة الإنسان. قداسة الله هي قداسة طبيعية، هي قداسة ايه؟
طبيعية تلقائية. الإنسان قدسته بتبقى بشيء من الجهاد ومن الصراع ضد الخطية. قدست الله طبيعية إن طبيعته لا تقبل الخطية إطلاقا، لا تتفق معاه، لا شرك للنور مع الظلمة، وهو نور لا يدنى منه. أما قدست الإنسان فقداسة بالجهاد بالصراع بالتعب، زي ما قال الرسول لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. وزي ما قال الجسد بيشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد، عشان كده في مقاومة في صراع. بيقول مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع أجناد الشر الروحي في أفسس 6. في صراع في جهاد، لكن قداسة الله قداسة طبيعية. قداسة الإنسان أيضا محدودة، أما قداسة الله فقداسة مطلقة أبسوليوت، حاجة مطلقة. غير محدودة. ولهذا لأن البشر قداستهم محدودة ولأن المخلوقات كلهم قداستهم محدودة، الكتاب بيقول عن ربنا إيه؟ السماوات ليست طاهرة قدامه وإلى ملائكته ينسب حماقة. يعني وقال كل بر الإنسان مثل خرقة الطمس، وقال إن فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون. ده إن فعلنا كل ما أمرنا به، إن نفذنا كل الوصايا. لذلك أحب أقول لكم إن درجة عبيد بطالين درجة كبيرة عالية، إحنا لسه ما وصلناش ليه. ده إن فعلتم كل ما أمرتم به، تقولوا إحنا عبيد بطالين. لهذا قيل في الكتاب إن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. المفروض أن نكون قديسين، لكن اللي حاصل مش كده. اللي حاصل مش كده. كمان قداسة الله قداسة إيجابية، يعني الإنسان بتبقى قداسته سلبية من ناحية البعد عن الخطية، ولما يوصل للإيجابيات اللي هي ثمر الروح بيبقى على قده، ينمو فيها شيئا فشيئا. قداسة الله لا تحتاج إلى نمو لأنها قداسة مطلقة كاملة لا نهائية غير محدودة. احنا بنحاول في العالم ان احنا نبقى قديسين. سندخل في القداسة الحقيقية التي لا خطية بعدها في العالم الآخر. في العالم الآخر، عشان كده بولس الرسول بيقول ايه؟ شوفوا الآية بتقول ايه، تيموثاوس الثانية 4، بيقول جاهدت الجهاد الحسن، أكملت الصبر، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر. امتى يا ابانا القديس بولس؟ اخيرا وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الديان العافي.
يعني ايه اكليل البر؟ يعني الانسان يتكلل بالبر فلا يعود يخطئ مرة اخرى، لا خطيئة بعد ذلك. في الذين تكللوا بالبر، لبسوا اكليل البر، ده قال يهبه لي في ذلك اليوم. طب ودلوقتي؟ دلوقتي بولس الرسول بيقول الخطاه الذين اولهم انا، بولس الرسول يقول الخطاه الذين اولهم انا. والقديس يوحنا الحبيب يقول ايه؟ يقول ان قلنا اننا لم نخطئ نضل انفسنا وليس الحق فينا. ويعقوب الرسول بيقول لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعا، كلنا بنقع. طب وبعدين حكايته بقى ايه؟ بعدين احنا دلوقتي لما نيجي نصلي ونقول قدوس 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 بننحني، بننحني كده ونرشم الصليب. ليه بننحني ونرشم الصليب؟ لسببين. ننحني اولا اجلالا واحتراما وتوقيرا لله القدوس وخشوعا امام قدسه، وننحني تاني نقول له يا رب بنضرب لك مطانية اهو، انت قدوس واحنا خطاء، فرؤوسنا بتنحني امام قدسيتك. ليه؟ لأن ليس أحد بلا خطية ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. كلنا أخطأنا، كلنا أخطأنا، كلنا في الموازين إلى فوق. واحد يقول ولكننا أبناء، نقول له كتر خيرك، ده أبناء شرف أعطي لنا. لكن الكتاب بيقول في يوحنا الأولى إصحاح 3 وإصحاح 5 بيقول المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. وإحنا بنخطئ، عشان كده نقول إيه؟ كل واحد فينا يقول لست مستحقا أن أدعى لك ابنا. ليه لست مستحقا أن تدعى لك ابنا؟ لأن مفروض في أبنائك يكونوا قديسين زي ما قال يوحنا الحبيب، قال بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون. ظاهرون بإيه أولاد الله؟ بإن المولود من الله لا يخطئ. عشان كده أول ما تيجي سيرة القداسة بننحني وشنا في الأرض يا رب، لا نستطيع أن نرفع وجوهنا إليه. تقديسا لله وخشوعا وأمام وأيضا شعورا بخطيتنا ومطانية وصدر ربنا. حتى الكاهن حينما يقف أمام الهيكل ليصلي في صلاة اسمها صلاة الاستعداد يقول له أيها الرب الإله القدوس المستريح في قدسيه، القدوس المستريح في قدسيه الذي بلا خطية وحده القادر على مغفرة الخطايا، أنت تعلم يا رب إني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك، وليس لي وجه أن أقف وأفتح فاي. ده الكاهن اللي بيصلي بخشوع واللي بيصلي بدموع واللي بيصلي بانسحاق قلب. ولهذا حتى في العهد القديم نجد ان التقدم للذبيحة المقدسة يحتاج الى استعداد بالقداسة. ما في ناس الواحد بيصلي كل يوم وهو هو ما جراش حاجة. كلمة لطيفة جدا موجودة في صموئيل الأول إصحاح 16 لما صموئيل راح يقدم ذبيحة
في بيت يسل بيت لحمي ابو داود. قال لي يس ايه؟ قال تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحة. تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحة. لازم الانسان يتقدس. ولما اراد الله ان يجمع الشعب ليسمعوا الوصايا العشر عند الجبل قال له قدسهم كلهم، طهرهم. ثلاث ايام لا كذا ولا كذا ولا كذا، يقف امام الله طاهرين جسدا وروحا، جسدا وروحا. انسان يتقدم للذبيحه بجسد طاهر وبروح طاهره مقدسه لكي يتناول باستحقاق من هذه الاسرار التي تشتهي الملائكه ان تطلع عليها. ولهذا ايضا نصلي باستمرار ان يطهر الله نفوسنا واجسادنا وارواحنا، يقدسها بالتمام. صحيح ان احنا تقدسنا في الايمان والمعموديه والتناول، لكن بنتقدس ونرجع نخطئ مره اخرى ولا نحتفظ بقداستنا. وبيقول بدون القداسة لا يعاين أحد الرب. طب دي صعب أوي الكلمة دي، صحيح يعني خدوها كده وافهموها وبرمجوها في مخكم ما تخرجش. بدون القداسة لا يعاين أحد الرب. أمال هتقابله ازاي في الملكوت؟ هتشوف ربنا في الملكوت ازاي؟ يقول لك بدون القداسة لا يعاين، يعني ما يشوفوش بعينيه، يعني لا ينظر. هتشوفوا ازاي بدون قداسه؟ بيقول اورشليم السمائيه في اخر سفر الرؤيا بيقول لك لا يدخلها لا نجس ولا رجس لانها مدينه مقدسه. يبقى تمر ازاي الحكايه دي؟ طب ليه احنا مثلا في الجناز لما يموت واحد وبنصلي عليه بنقول الثلاث تقديسات بالحزين؟ ليه؟ وايه صلاة الراقدين اللي بنقرها عليه؟ لانه بنقول له يا رب الانسان اللي قصادك ده افتح لي ابواب الرحمة. طب وخطيته؟ معلش يا رب، ليس أحد بلا خطية وإن كانت حياته يوم واحد على الأرض. ليس أحد بلا خطية ولو كانت حياته يوم واحد إيه؟ على الأرض. وبعدين نقول له قدوس قدوس قدوس، إيه بتقول؟ نقول له أنت اللي وحدك قدوس. معلش، أنت اللي وحدك قدوس. إحنا معترفين إنك أنت اللي قدوس، وإحنا إحنا بالخطية من أولنا لآخرنا. ولذلك في كل صلاة من صلوات الأجبية نطلب هذه القداسة، نقول إيه؟ انضح علي بزوفاك فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من السلك. بنطلب إن ربنا يغسلنا يقدسنا كل يوم. ففي صلاة الجناز بنقول له يا رب أنت وحدك القدوس، أنت وحدك القدوس. لكن احنا كلنا خطاة، ولما بنيجي في رسامة الراهب، ما هو رسامة الراهب بنصلي عليه صلاة أموات برضه، ونقول له أنت يا رب اللي وحدك قدوس اغفر له خطاياه القديمة ودخله في حياة جديدة بلا خطية. الناس بيفتكروها لحن، يقولوها بالحزين، يقولوها كذا، مبسوطين بالالحان بالهزات. لا، هزات دي ايه؟ دي حاجه تهز كيان الانسان كله لما يلاقي ان مطلوب مننا نكون قديسين زي ما الله قدوس واحنا ما عندناش لا قداسه ولا حاجه.
لهذا كله أيها الأخوة، بعد ما بنقول قدوس بنقول له إيه؟ أيها الثالوث المقدس ارحمنا. قدوسنا الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء، الذي صلب عنا، الذي قام من الأموات وصعد إلى السموات، ارحمنا. أنت قدوس وارحمنا علشان إحنا فقدنا الصورة بتاعتك ولم نحتفظ بالصورة الإلهية وتدنسنا جسدا وفكرا وروحا ونفسا وحواسا، عشان كده بنقول ارحمنا، بنقول ارحمنا. قدوسنا الله، قدوسنا القوي، قدوسنا الحي الذي ولد من العذراء، الذي صلب عنا، الذي قام. يعني ايه بقى قدوس هذا الذي ولد من العذراء؟ ليه؟ لانه لو ولد بالخطيه الاصليه الجديه ما كانش ممكن يفدي العالم، مش ممكن. قدوس في ولادته لأنه ولد من عذراء بتول، لأن الروح القدس حل عليه، لأنه قدس رحمها، لأنه ما سمحش أبدا أن المولود منها يرث الخطية الجدية بتاع جدودنا القدامى. فقدوس أنت الذي ولدت بلا خطية، القدوس المولود منك. وقدوس الذي صلب عنه، لأن الخاطئ بيموت على خطيته، لكن القدوس بيموت على خطايا غيره، فكان ينبغي أن الذي يفدي العالم بصلبه يكون قدوس، عشان يبقى حكم الموت ده بتاع الناس مش بتاعه هو بلا خطية. وقدوس الذي قام من الأموات وصعد إلى السموات، لأنه قدوس استطاع يخرج من القبر بإرادته ويصعد للسماء التي لا يدخلها إلا القديسون، فكان هو باكورة هؤلاء القديسين الذين صعدوا إلى السماء. ارحم لما نتذكر قداسة الله، ونتذكر ان احنا كصورته ينبغي ان نكون قديسين، ونتذكر ان احنا فقدنا هذه القداسة، نقول يا رب لا نملك الا كلمة ارحمنا. ارحمنا دي يعني ايه؟ ارحمنا يعني حاجتين لها معنيين، كل معنى له اهميته. ارحمنا من عقوبة الخطية، دي حاجة، وحاجة أهم وأصعب، ارحمنا من سيطرة الخطية علينا. ارحمنا إن الخطية ما يكونش ليها سلطان علينا، ما توقعناش تاني وتالت ورابع، فبنطلب الرحمة، بنطلب الرحمة. لما انت تعرف ان الله هو وحده قدوس، يبقى لا تفتخر باطلا بقى، لان فيش حد قدوس الا ربنا، تفتخر ازاي بقى؟ ما هو انت لو افتخرت هيجيب لك القديم والجديد ويقول لك بتفتخر على ايه، خليها من الدارية وحط فوق الجرن كم مجور وخلينا ساكتين وبلاش نفتش في الماضي. عشان كده اللي يفتخر يبقى نسي ان مطلوب منه القداسة. والشخص اللي يقف يقول لك انا تجددت، انا اصبحت وريث، انا قلت له يا عم خليك على الله، انت صحيح تجددت، وبعد ما تجددت تدنست، وبعدين اخطيت، يعني انت بلا خطيه،
يعني انت احسن من يوحنا الحبيب اللي يقول ان قلنا اننا بلا خطيه نضل انفسنا، احسن من يوحنا الحبيب؟ ما دام عارف خطاياك قول يا رب ارحمني، لكن ما تفتخرش باطلا. ولا يقول لك ان احنا جلوس على عرش الله وعايشين في السماويات، وهو ممكن نجيب القديم والجديد واللي اتقال قبل كده واللي حصل بعد كده ونشوف فين السماويات دي. في ناس ساعات ينسبون آيات الكتاب إلى أنفسهم على غير استحقاق، ينسبون آيات الكتاب لأنفسهم على غير إيه؟ استحقاق. يقول لك أنا مولود من الله والمولود من الله لا يخطئ. أنت هتروح واخد الآية دي كده بلا واقعية، انما كمانها موجوده تقول دي بتاعتي، بتاعتك منين؟ لا تنسب الى نفسك. لما نعرف ان الله قدوس وان احنا ينبغي ان نكون قديسين نصل الى انسحاق القلب والى الاتضاع والى الاعتراف بخطايانا والى طلب ان الرب يغسلنا كل يوم. كل يوم بنقول له انضح علي بزوفاك فأطهر، اغسلني وطهرني وقدسني إلى آخره. عملية تقديس مستمر وتطهير مستمر وتجديد مستمر. تتجدد طبيعتنا لكن لم تتجدد أذهاننا بعد. في فرق بين تجديد الطبيعة وتجديد الذهن. الإنسان اللي بيحزن الروح وبيقاوم الروح وبيطفئ الروح ده مش محتاج لقداسة. نحن حينما نقول الثلاثة التقديسات نتذكر تسبحة السارافيم اللي وقفوا حوالين العرش الإلهي وقالوا قدوس 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 رب السباوات. اول ما سمعها اشعياء النبي، اشعياء النبي ده مش هين، ده راجل تهتز له الارض والسماء، راجل مش هين. ده بيسموه النبي الانجيلي لان ما حدش تكلم عن المسيح في العهد القديم قد اشعياء. اول ما سمع دول بيقولوا قدوس 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 قال ويل لي قد هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وعايش وسط ناس نجسين بشفاههم أيضا. فأحتاج أن واحد من السرافيم يأخذ جمرة من على المذبح ويمسح شفتيه ويقول له قد كفر عن خطيئتك وغفر لك إثمك. ولا يمكن ننال هذا التقديس إلا بجمرة من على المذبح كما حدث لأشعياء.